لله رب العالمين العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما أخبره مولاه بذلك في أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودروستي رمضانية دروس رمضانية سلسلة دي لباتناد وي أما حلقة دي لباتناد أيان ما أنت مرينا لكن موضوع ما دام أن أسر دواني عصر الأخير ثلث الأخير وهو موضوع ما أنت التوبة إلى الله والإنابة إليه والرجوع إلى الله والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان فرصة وين فرصة حق له أولا أكسن وشهر التوبة مقعدة وحاكمة شهر التوبة شهر المغفرة شهر الرحمة شهر المواساة شهر الصبر شهر الخيرات والنفحات أي وحوية ما دام أن قلني طبنك عتق من النار نبي صلى الله عليه وسلم أوله الرحمة وأوسده مغفرة وآخره عتق من النار أن أفكر لك قلني هذا مركة وحلو باهن يهي طبنك أدم بأيها الأحبة إلا الدداله وإلهي سبحانه وتعالى حرير كيس يسلد بيننا وبين الله إن لها قاتيه أولا توبة كينه وإلهي لون نقضه أي اللو باهن يهي موضوع مركة وموضوع توبة والاستغفار توبة دبل محيطهي توبة وحوية إلهي وذنوبتي آت سميسي آت لاذهي إله وربي وإيدن بالناف إله وانقفي إله قلدا سمي حدود ديبان كبقدبي إله وإيداف انت اصلا سمي اي وحان اوغين وحان اوغاي وحان اوغين با لو يضاف بشا وشهر العتق وشهر نارتا ليس كحريا وبشا وحلا اسسيا ودقد الهي اي فرنت اي اوسن حساب سنين ولذلك نبي و خوليه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ورددوا الهي التوبه كينا دم بيضافنا الاول ديستا ما دعاي أنو إلهي بنو توبة كينا مالين تدحد هذا وحكبدا بقول شير من ربي التوبة كينا حديث صحيح إمام مسلم صحابي جليل كاوري أغر بن يسار المزني رضي الله عنه وارضاه أنو مالين تيوحن توبة كينا بقول كور وفي روايات أخرى وهو 70 مرة أكثر من 70 مرة ما دام النبي جاني محمد صلى الله عليه وسلم إلهين أودنبقي سردافي وإلهي أولي في أول سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم أولي هاي مالنتي بقول قرآن توبكينا وحن لقد بون أنك إن توبكينا وإلهي أنقنا والاستغفار تبدينا أو توبة تبدينا ساسا لقد بون إلهينا وحليه سبحانه وتعالى في الآية 25 من سورة شورى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل إلهي وحوي جل وعلا إله ذاتك التوبة كاقبله إذا تابوا انتابوا إليه هدي النقدان إلهي أطوبة كينا
ويرهدان اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارض عنا وتجاوز عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. إلهي والبرياه استغفارتنا ونوع من الدعاء توبتنا وحوي الإقلاع عن الذنوب مركا وحل الرب أيها الأحبة وفرصة ذهبية لا تعوض عنها إن كفى إيدي سنه ونقرن أخرس كبدينه ونصدق هذا بدينه ووحو استغفارته بدينه ونبدينه صبر كي يطلقات كالبديه سيدا صلى الله عليه بشان رمضان انت كدما يا قراني مؤكتهي إن سنة كالقاري دونتيد إن بشان لما يصدون الله يعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى وهو يمركة سيدا صلى النبي يقول صلى الله عليه وسلم نعمدا أن ما انتهي سنة وإلهي نسيي وعكمدا إن إلهي عمري نودايي إلى أن سوكرنا بشان رمضان وهذه هي من أعظم النعم التي أنعم الله به علينا سبحانه وتعالى وأسبقها على صغيرنا وكبيرنا وتعددت وزادت ولا حصر عليها كما قال تعالى في 18 من سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إلهي وعليه سبحانه وتعالى نعمة نسيي أمنك عافماتك حولها وحا إلهي نسي وحل كوبي كرمها شكر النقبال الربا حمد النقبال الربا وحاوي بشهر رمضان وإلهي نسو قرسيي وعمرك إن إلهي نور ديريي وحي كم التهي نعموينك إلهي نسيه سبحانه وتعالى إن بدن أو سنة كورن لصونتي تحت الجنادل والتراب وحدهم. الله أكبر ما أنت عيدي كهو سيان إلهي أنك وحو نسيه مرك عمري أي نسيه إلى هذه اللحظة أي إلهي نسيه سيدا درت إلهي سبحانه وتعالى توبة وحوكرده واجب على المؤمنين فورا وبلا أدنى تأخير. إلهي وحوكرده توبة إلهي لون نغضو وخاصة في هذا الشهر المبارك وخاصة في العشر الأواخر وخاصة في أيام الليالي التي فيها ليلة القدر. الله هل دادالو ليلة القدر هردوه كشاكي دون إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. وهو إلهي وحوله سبحانه وتعالى نعمده ونسيه وإن تعدوا نعمة الله نعمة إلهي هذات رسان أو كو يلبى تراهدان مكو بكرتان منا تري كرتان نعمة إلهي وحلة تري واكوينتاي وحل غشب أكون واكوينتاي وحل حسابي واكوينتاي وحبالا ليراهد بيلان هالوقيبي واكوينتاي نعمة إلهي وحوليا كما قال تعالى وقوله الصدق وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها عدات رسان مكو بكرتان إن الله الغفور الرحيم. إلهي وكين حريص بدن وكين دم الله بدن. نعم وعكل إلهي ليهي في 34 من سورة إبراهيم عليه وعلى النبينا الصلاة والسلام وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ورد نعمة إلهي حساب سانو ترسان ورما تري كرتان ورما وحي كرتان عرب كان نعمة أوليها كلية إيا إشا إيا إش لبضاء رود نعمة ودن لش أيان لكو بكريم إنت إلهي نسيي. الله أكبر وهو يكادد هديك قول لكتو وحال وحد هاي ستأدون ورمت بحين حق الله يقاضه بس برا اللي يسوقوا حقها اللي يجيوا ها وحال وحا يستردكوا بحنا. لكن إلهي أون عذر كوكو كينين أون مصيبة كوكو كينين أون بلاية كوكو كينين أولاد يكون نبت قليي دقان كي يكون نبت قليي حول كسيي أولاد كسيي محا إلهي نقم مدنيا محا نقوم مهد علينا إناه محا لأن هاي وشكر الحمد لله وشكر لله على ما أنعم به علينا وأسبغنا وأسبغها علينا. الله وإن إلهي أمهد عليسا وعليه مركة ألا سبحانه وتعالى ورنعمة ما تري كرتان إلهي كبغى سيدا درتيد إلهي توبة واجب كرقي في الآية 30 من سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ورنما أنت توبة كان
إلهي التوبة كينا وبلا استثناء وبلا أدنى تأخير عندنا لقى السهروبي ما حتى الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء ما في دمان إلهي التوبة كينا إلهي هلون نغضو وعامة الناس الله هلون نغضو إلهي هلون التوبة كينا محلق هلية ليبان السعادة الدنوية والأخروية السعادة في الدنيا والآخرة سعادة دمأنينة في القلب دمأنينة في الجسم في البدن دمأنينة في العقيدة دمأنينة في الدين الله أكبر نعم هذا سأله لي إليها الله النقض وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الفلاح بدون يسألون كل بانه إلهي حركة قبته إنه كل قبته تب إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وعليه آيات السدادات سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر الآية وارضديه مؤمنين تا إلى سبحانه وتعالى تسوقنا هذين فير يا أيها الذين آمنوا الله ولرسوله والرسول لا تكفروا ميانو إلهي يا ربي يا رسولك يا قرآنك يا عقيدة يا يوم الآخر يا كتبت يا رسوشة يعني لحد أركان الإيمان شنت أركان الإسلام ليمت إيقو حرن إي أدي عصنو وعوي توبوا إلى الله توبة النسوحة توبة النسوحة إي أنبرح إي بور إي قص إي البكتشرين إي صافية إلهي توبة كينا ما هي توبة النسوح توبة النسوح ما هي توبة النسوح توبة النسوحا نسوحة ما توبة النسوحا حلو إيه هو توبة النسوحة لأنه هو النسوح وصفة صفة دي موصوف كان مطبقة لقربة حق اللغة العربية ليه وحوية وحلو دهين نسوح وفعول فعلنا وحكمتها مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ها رجل النسوح وامرأة النسوح ساسا لنا رجل صبور وامرأة صبور وهكذا وهلم جر وعوية مركة ما هي توبة النسوحة التوبة النسوحة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة ولكن من أشملها هي التي تجمع أربعة أشياء أو يجمع أربعة أشياء هي التي تجمع أربعة أشياء أفر شيء وحي لقاه له أيا اللي يرى هذا توبة النصوحة أولا توبة النصوحة توبة إلهي كأقبل أيو وتكون لبان يسيد وقبري قيامه كأنفع عيسى تسك السرات أتكون لافيس حف إلهي وحاق أقبل أيو أولا الاستغفار باللسان ثانيا استغفار وحوية باللسان وأهرت أن تريه الاستغفار باللسان والإغلاء عن الذنوب بالأبدان وإضمار عدم العودة إلى الذنوب بالوجدان أربعة ومهاجرة سيء الخلان أفر تاسبا وي علمدو مركي سو خلاصيين كدب مركي اسكو ما نافن سو خلافين وحا ليرا هي وي كذا وي كذا وي أربعة هذه الأربعة توبة النصوحة كو الاستغفار باللسان عربك وين ترى هذا استغفر الله استغفر الله قلبي وين كاترتاه وعشر ديا الإخلاص وسو خلاصين إنا الاستغفار باللسان استغفر الله استغفر الله طيب لبو الإقلاع عن الذنوب بالأبدان إن ذنوب تأت كترتد أو فراها كل ترتد شرطة إيا بلايدة إيا معصدة إيا وحات فراها كل ترتد أو مشوشين يسد أو تتابن يسد شركة إنو كهرو الإقلاع عن الذنوب بالأبدان كعنت إبتا قلبك جرك وحو جرك أقول لن
إنه كرقا قوي أطفرها كلب بعد أطر هذه تبت إلى الله توبة النصوحة توبة الكذابين لا ها نمبر كسد حد وحي إدمار عدم العودة ها بالوجدان قلبي إن أدنيز العزم معناه ماشي هذا هو عزم إن أدقو آمزد وقلبك أدقو آمزد مردم بإناد المقنين عزم إضمار على أن لا تعود إليها إلى هذه المعصية إلى هذه الذنوب سواء كان صغيرة أو كبيرة صغيرة أو كبيرة إناد المقنين قلبك وإناد قوانك قارتها عزم وإناد قلبك قمورتها وكنيستها النية تصل الربا أربعة ومهاجرة سيء الخلان طبعا تدكم مركي معصية سمين أيام أصحاب بيليهن ودي بيليهن خليل بيليهن لمان ماشا تكو سميس ماشا معصية كو حيسي لمان وين تكفو قاتا وكها جرتاه وين تكو جرتاه حدي الدلا وين تكفو قاتا إبليس كأي أعوانتي سأي أخوانكي سا شياطين الإنس والجن لما وينك تكتا وخاصة شياطين الإنس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إبليس وكو عرارا وكاكتك لكن إنس كاكتك ما وكو لما يهي هوستو كاكتك نساحة نساحة يعني شيطانية إلا أن كان وحرت إبليس وحبوك وأخرى وكوش وحبوك ما سيدا سماها وكتو بكينا وكا تاينا إسكي لالي سوية أفر تاقضب فإذا توفرت هذه الشروط صحة التوبة إن شاء الله أفرتا قضب هدين لقاهلو والتي مادد أيها الأخ أيتها الأخت أخت المسلم أخ المسلم صحة التوبة توبة دي وكوها قاكتي أبشر بالذي يسرك في الدنيا والآخرة وإياه أما أن تقول أستغفر الله أستغفر الله ألف مرة ها وما في قلبه ما فيه من كفر أو إيمان كفر يبلايب عرب كان على جهلا عرب كوا حوية وترجمان قلبه وحكتر كترجمية له ميدان رحب في الخير وله في الشر ذيل صعب عرب كانوا وواسع حق خيرك واسع وي دبرنا وليها شرط مركي اللي يراه وعلى يا عفوا روح انو يراه هدان توبه كانوا اون حولها اسكعليو واصحاب الحقوق رد المظالم سمايو او وحو دن ان اسفارو غرايو هلكين وح كهله بلايه وداد كو دعدي حوليه دن علي بوليه ها وانا غارق من الشعر الى الظفر في مال الحرام ابيع ما لا يحل واكل في مال الحرام وارشي وارتشي هنا الله اكبر هل كان هذا وحو دن هدا اسك سلمو ددك خولي سو عليو اقلدي عليو غريه عليو يا وحسينيا وان كوري اجب عن الأسئلة الآتية وياي وهوي ما الذي رعاك جنينا في بطن أمك وما الذي رعاك صغيرا حتى كبرت الله وهيك يا ليا لا تعتقد أيها المسلم أيتها المسلمة أن الله يمن عليك بالرزق ويفتح لك باب الواسع ثم إذا تبت تخلى عنك أي يرزقك وأنت في قمة معصيتك إلهي أوك أرساق أي مركز معصية بلاده كجرتي هداد كالتوبك أنتو مكاتشر يا خيرك خير ميوسن كسيكرن إلهي أضو معصية بلاي كتر تألك أرساقي حديات كتوبك كنتي وذكرن قتد وتكفر حالتد وتربي هرتي سويستاكتد
إلهي موح كله وحبك السيمة حلالك السيمة لا تب إلى الله توبة نصوحا يذلل الله لك كل صعب ويقرب منك كل بعيد وحكستو أو كافك ربي وكوسو لويني هجانك الوسو قبنية وحكستو كوكو علوسنا إلهي وكو تلعيني بر بر لدلالي يكون نبنيس سيدا درت درسي اني لباتنات انت سنو قد ايها والله اعلم